في ضوء تلك التطورات على الميدان، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية أنتوني بلينكين أبلغ مسؤولين في حكومة الحرب الإسرائيلية بأن إدارة بايدن تعتقد أن الصراع يجب أن ينتهي خلال أسابيع لا أشهر. وأوردت الصحيفة إعراب مسؤولين إسرائيليين لواشنطن عن اهتمامهم بالعودة إلى الحياة الطبيعية حتى لا تتعرض البلاد لضربة اقتصادية. كما نقلت الصحيفة تأكيد مسؤول أمريكي لتل أبيب إدراك واشنطن أن إطالة أمد الحرب على غزة سيجعلها أصعب على الجميع. كما قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن واشنطن تحدثت مع إسرائيل بشأن استراتيجية طويلة المدى تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية في غزة. سوليفان أوضح أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة. نعود للتطورات الميدانية من غزة. ينضم إلينا من هناك مراسل الشرق عادل الزعنون. أهلا وسهلا بك عادل، ضعنا في أبرز التطورات الميدانية حيث أنت. يعني آخر الغارات الجوية للتو كانت في وسط خان يونس في جنوب القطاع، وينقل في هذه الأثناء العديد من الضحايا والمصابين. هذه الغارة هي واحدة إلى الماضي وحتى الآن طالت مناطق مختلفة في كل مناطق القطاع من جنوبه في رفح، حيث ثماني غارات جوية أسفرت عن 38 من الضحايا وعشرات المصابين والجرحى. ونتحدث هنا عن رفح على اعتبار أن المكان الذي يفترض أن يكون آمناً للمواطنين، على اعتبار أن الجيش الإسرائيلي يوجه الناس الذين ينزحون باتجاه هذه المنطقة التي تعرضت لهذه الضربات الجوية في وقت يزداد في كل لحظة عدد النازحين الوافدين والقادمين إلى رفح، والذي زاد عددهم عن 200,000 خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولا زال الكثير منهم يأتون لأنه لا مكان لآمن يعتبرون في خان يونس، على اعتبار أنها تتعرض لعشرات الضربات الجوية والبرية في خان يونس. الدبابات ولكن حتى الآن لا زالت بعيدة نحو 1500 متر عن مركز المدينة، والبعيدة أيضا إلى حد ما عن المخيم، لكن في كل الحالات الدبابات الإسرائيلية تسيطر على شرق شارع صلاح الدين الرئيس خزاعة، أكثر من نصفها تحت سيطرة الدبابات القرارة معظمها، وكذلك بني سويلة، كل بلدة بني سويلة تحت سيطرة الدبابات الإسرائيلية. هذه المناطق الثلاث تشهد اشتباكات عنيفة على مدار الساعة طوال الليل، ولكن إلى حد ما خفت وطأة هذه الضربات أو هذه الاشتباكات في ساعات الصباح. أيضا عدة غارات جوية على المخيم وفي محيط مستشفى ناصر، ونقل أكثر من 20 من الضحايا إلى هذا المستشفى الذي يخشى المواطنون من أن تلجأ إسرائيل لاقتحامه كما حصل في مستشفى الشفاء في مدينة غزة. في شمال القطاع أيضا عشرات الغارات الجوية، وتحاول الدبابات الوصول إلى منطقة الفالوجة في مخيم جباليا، لكن هناك أيضا اشتباكات عنيفة وعنيفة جدا. واحدة من الغارات استهدفت مجددا السنة التي تؤوي نحو 7,000 من المواطنين، وهناك عشرات الضحايا والمصابين.